يسأل عن قضية بينه وبين أخ له، يقول لي أخ أكبر مني ب14 عاما، وهو لا يريد أن يذهب إليه أحد منا لزيارته، لأنه يعتقد أن من يذهب إليه يريد منه شيء، وهو سيء الظن من حيث الحسد وكثير الشكوى، ودائما يشكو من غلاء المعيشة، وذلك كله عندما يأتيه صديق لزيارته. وقد قال لي ذات مرة إن أخي الثاني لا يأتي إلي إلا في موعد تناول العشاء لكي يأكل معه، ويعتبر ذلك استقطاع، وإذا زاره أحد منا وحدث أي مكروه في المنزل على سبيل المصادفة فإنه كثير التشاؤم وأيضا كثير سوء الظن. وقد قررت ألا أزوره أبدا إلا بدعوة منه حتى أسلم عليه ولكي أسلم من سوء ظنه وتشاؤمه، فهل هذا قطع للرحم؟ جزاكم الله خيرا، علما بأنه غني ونحن فقراء، وفقكم الله. الذي يظهر الله أعلم أن هذا المذكور مصاب بمرض نفسي، فعليكم بالصبر والاحتساب والرفق به، ولو أهديتم إليه بعض الهدايا لأجل انشراح نفسه لكم، ولعله يذهب عنه هذا المرض النفسي، ويكون ذلك من باب المعالجة له، ومن باب طمأنته، وإزالة الخوف الذي يجده من زيارتكم، فعليكم بالمحاولة معه شيئا فشيئا، وبرفق وبإهداء شيء من الهدايا التي يفرح بها وينشرح بها صدره، فهذا من العلاج. أما هجره وترك زيارته فهذا لا يجوز، بل ربما يزيده هذا مرضا إلى مرضه. لكن إذا حاولتم معالجته ومؤانسته وملاطفته والرفق به فهذا سبب لزوال هذا المرض عنه.